جديد في فير بلاي، نحكيو على السي اس اس اللي عنده مقابله مهمه اليوم 9 ربع نتاع الليل في الشامبيونز ليغ الافريقيه ضد نادي مولديه الجزائر. موجود معنا بالتليفون في المباشر من الجزائر مبعوث خاص فاضل ابو جناح لتغطيه المقابله. فاضل اهلا بك. اهلا بك اسلام، مرحبا بك وبالساده المستمعين. شنو الامور في الجزائر؟ لاباس الحمد لله، ها وجينا الحمد لله، الطقس باهي. كان كنا معناها وفد النادي الرياضي الشخصي كان متخوف من العوامل المناخيه اسلام لهنا، لكن الحمد لله ملي حطت الطائره امس في حدود الساعه 11:20 دقيقه نتاع الصباح الطقس كان ممتاز وممتاز جدا. الشمس معناها الدنيا ماهيش هكا البرد اللي معناها المستانسين به في العاصمة الجزائرية في الوقت هذا، فهمت معناها كيما نجم نقول لك اللي طقس يشجع على لاعب كرة القدم اسلام. باهي، وشنو أخبار ممثلنا؟ ممثل كرة قدم التونسية النادي الرياضي الصفاقسي، الأخبار الحمد لله باش نعطيك تو سكوب اسلام، الأخبار صار الفريق كان البارح طلبت منه الكاف عن طريق الطبيب هذا نعرفه احنا المباريات الأفريقية تو اسلام. تجرى تحت رعاية معناها صحية. اش معناها تحت رعاية صحية؟ معناها الكاف في كل مباراة تعين مراقب الحكام، الحوايج هذه نعرفوها، تعين مراقب مباراة، لكن توا ولا ثم نجم نقولوا اللي هو المراقب الصحي، طبيب الطبيب هذايا هو المسؤول على البروتوكول الصحي الخاص بالمباراة الإفريقية. الكاف عينت طبيب جزائري للموعد هذايا، الموعد مباراة النادي الصفاقسي ومولدية العاصمة. الطبيب الجزائري هذايا ما اكتفاش معناه بالتحاليل نتاع البي سي ار نتاع تحاليل كورونا اللي كان جراها فريق النادي الرياضي الصفاقسي قبل التحول، او بالتحديد يوم السبت او لامس قبل التحول للعاصمه الجزائريه، قال نحبكم تعاودوا تحاليل اخرى. اي فاضل فاضل فاضل، هو هذا معمول به في كل المقابلات، حتى ترجي كي مشيت لمصر وقال النجم الساحلي عملوا تحاليل في تونس وعملوا تحاليل اضافيه غادي في مصر. بالفعل، لكن الاتفاق اسلام انه التحاليل هذه تجرى في تونس على خاطر الوقت نتاع المباراه وبين اجراء التحاليل اسلام 48 ساعه. دونك كان في معتقدنا انه معناها او لامس معناها قام فريق نادي الصفاقسي معناها بالبي سي ار، دونك كان في الاعتقاد انه النتائج هذه هي اللي باش معناها تكون معناها كافيه للكاف باش الفريق نادي الرياضي الصفاقسي ينجم يقوم بالمباراه. المهم بالمختصر اسلام، النادي الرياضي الصفاقسي البارح في الليل بعد حصه التمارين كانت حول معناها مخبر طبي جزائري خاص للنزل وقام بكل التحاليل لجميع اللاعبين نتاع النادي الرياضي الصفاقسي والاطار الفني والاطار الاداري، والحمد لله تقريبا دقائق معناها ما عندهاش برشا النتيجه اللي خرجت، التحاليل الكل سلبيه، دونك اللاعبين الكل باش يكونوا تحت ذمه الاطار الفني للنادي الرياضي الصفاقسي. الحمد لله. بالنسبه للتحذيرات نتاع النادي الصفاقسي امس، الحق معناها كما قلت لك الطياره لحقت للجزائر في حدود 11:20 دقيقه نتاع الصباح، تحول الوفد ديريكت، الملاعبيه طلعوا للغرف نتاعهم باش يرتاحوا شويه ينقصوا شويه التعب نتاع الرحله، وفي الليل كانت ثم حصه تدريبيه، الحصه التدريبيه حوالي معناها ساعه دامت اسلام، ما طولش برشا الاطار الفني، وكان معناها اجرى فيها معناها اللمسات الاخيره الاستعداد للمباراه هذه. كانت نجم نقولوا ان التشكيله غامضه شويه لكن وضحت معناها بعد الحصه التدريبيه، تبدو انها واضحه التشكيله اللي باش يلعب بها النادي الرياضي الصفاقسي اللي هي باش تكون مغايره لاخر مباراه اجراها الفريق ضد النادي الافريقي في صفاقس. التشكيله هذه باش تكون في حراسه المرمى ايمن دحمان كالعاده، قلبي الدفاع هما بيدهم ضد النادي الافريقي الزموري نور الزمان الزموري ومعاه محمد علي جويني على اليسار، على اليمين باش نلقاه مع اليوم محمد بن علي كالعاده، على اليسار معناها الاكثريه باش يقعد التعويل على اللاعب عزمي غوما في وسط الميدان. علاش 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 التغيير هذا نتاع عزمي غوما فرض؟ كما نقولوا نجم نقولوا اختيارات فنيه. ما كانش مقنع نقولوا منصوري في المقابله نتاع الكلوب؟ لا، اختيارات فنيه، هو كل لاعب والخصوصيات نتاعو في المباريات. في مباراه المولديه الاطار الفني النادي الصفاقسي شاف انه من الاصلح التعويل على اللاعب عزمي غوما في وسط الميدان اسلام، باش نلقاو معنا وليد القروي وكينغسلي سوكاري ومعاهم فور بوسيبل الظهور الاول للاعب الغيني نبيل كامارا، اللاعب الشاب هذا اللي كان ينشط مع فريق الامال، ملاعبي عنده مؤهلات فنيه وبدنيه كبيره ان شاء الله ياكدها اليوم في المباراة، هو من معناها من المفروض باش يعوض اللاعب كريس كواكو. وفي الخط الامامي ثم تغيير اسلام باش يصير على الشيره اليسرى للفريق. في المباراة النادي الافريقي كان بدا اللاعب حسام بن علي، لكن في المباراة اليوم معناها الاكثريه باش يبدا الاطار الفني باللاعب ايمن الحربي على اليسار،
نعرفوا انه ايمن الحربي عنده خصلات هجوميه لكن عنده زاد النزعه الدفاعيه يرجع ويعاود. وفي مباراه كما اليوم يلعبها فريق النادي الرياضي الصافي خارج ارضيه ميدانه، دونك معناها يلزم توخي الحذر خاصه من الناحيه الدفاعيه، خاصه انه نعرفوا انه قوه فريق مولديه العاصمه الجزائري هو معناها القوه نتاعو تكمن في الناحيه الهجوميه رغم معناها مع شويه فذاجه من الناحيه الدفاعيه. على الشير الليمي مش نلقاو كالعاده المهاجم الليبي محمد سولا، وكقلب هجوم من المنتظر باش يبدا اللاعب النيجيري كينغسلي ايدو. ايدو هو اللي باش يعوض اللاعب في راس شواط، نعرفوا في راس شواط كان معانا شويه مخلفات اصابه في مباراه النادي الافريقي، الحمد لله في راس شواط رجع يتمرن مع المجموعه، وفي راس شواط جاهز لتقديم معناها الاضافه للفريق، وان شاء الله باش يقعد التعويل عليه في الدوزيام ميطون اسلام. هذا بالنسبه للامور الفنيه اسلام. بالنسبه للتدريبات النادي الصافي امس كما قلت لك بكريكا كان قام في حدود 8 متاع الليل بحصه تدريبيه خفيفه دام الساعه 2، اليوم في نص النهار يوم المباراه النادي الرياضي الصافي خير الاطار الفني بتاعه انه يقوم بحصه تمارين خفيفه، الحصه التمارين هذه جرات بالنزل الموجود به الفريق، ومعناها كما نقولوا احنا حصه ديغريساج معناها تطيح التعب، ومعناها وباش يصرهدوا شويه الملعبيه وبعد التحقوا الملعبيه من جديد بالغرف نتاعهم وخذوا وجبه الفطور نتاعهم، وباذن الله توا من هنا المباراه الناس الكل ثم حصه نتاع فيزيوناج وباش تركز معناها الملعبيه على المباراه نتاعها. كنت امنتنا بعض التصريحات فاض بالطبيعه كالعاده، كنا خذينا معنا المدرب انيس بوجلبان ومعنا محمد علي جويني ومعنا اللاعب زكريا المنصوري، اللاعب هذا اللاعب الجزائري وكان مشط قبل في فريق مولديه العاصمه الجزائري، ما معناها اعطاونا فكره على المباراه اللي باش تصير اليوم بين نادي الرياضي الصافي ومولديه العاصمه الجزائري. هات نسمعوهم اسلام. نسمعوا انيس. شنو اسمه جلبان ظهر لي الماتش باش يكون مش سهل لا النادي الصفاقسي لا المولديه. يا ماتش صعيب اكيد، يعني زوز فرق كبار زوز متعودين ببعضهم، الاجواء طيبه للاثنين باهين في بطولتنا، احنا في بطولتنا باهين هما في بطولتهم باهين، معناها ماتش باش يتلعب على ديتاي صغار، لازمنا نكونوا كونسنتري، لازمنا نكونوا عندنا اصرار اعلى منهم، عندنا يعني فكره اللي جاي باش نطبقوها وقتها ان شاء الله قدرة ربي ربي يوفقنا. الحاره الصحيه نتاع فراس شوات نجم نشوفوه غدوه اساسي ولا اللي نجم يدخل اثناء المباراه؟ الفرض تي موجودين الاثنين للامانه، مازلنا انا بون كور ديسيدي، يكمل لونترينمون نتاع اليوم وقتها نقرروا، لكن نعتقد انه شوات ان شاء الله مش يكون جاهز يعني على الاقل طبيا، فنيا شوات في الماتشات اللي عملهم دونك حتى كي ما تمرنش اسبوع كامل عمل اكثر من 5 ماتشات دونك عنده طونجو في ساقي، هذاك علاش معناها الفرضيه تكون موجوده، لكن هو قدره ربي مش يكون موجود معنا ان شاء الله. كيفاش شفت الفريق المنافس خاصه انكم عملتوا برشا حصص نتاع فيزيوناج؟ فريق منافس قوي هجوميا، يعني عنده 3 لاعبين القدامين الفريوي وبن عالجية وبن ساحة ملاعبية جزء تكونت كلور والمهاجم دو كاليتي يحبوا المساحات في لان كونترين قويين في وسط الميدان، كيف كيف عندهم 3 لاعبين سي لو بلون تكنيك مهاريين، من بعد فما دي ديفايونس التالي ان شاء الله نقود تربي نحاولوا نستغلوهم، معناها شفناها كما يلزم، عندنا فكره كبيره عليه متفرجش في المباريات الكل اللي لعبوهم السنه سواء في البطوله ولا في الدوري التمهيدي نتاع الشامبيونز ليج، دونك ركزنا عليهم لكن التركيز الاكبر على جمعيتنا. فقط بالنسبه للشوات كنت اكدت فاضل انه باش يكون احتياطي في المقابله. فاضل؟ نعم نسمع فيك اسلام. قلت لك فقط بالنسبه للشوات على عكس ما كان يحكي نسبه جلبان ما كانش واضحه الامور باش يكون احتياطي اليوم في المقابله. اي اليوم من المنتظر انه يكون في راس شوات معناها احتياطي في المباراه هذه، نعرفوا واجب التحفظ على المدرب، معناها نجم نقولوا انه فريق مولديه العاصمه يتبع في الشقيقه والرقيقه كما نقولوا في تونس في اخبار النادي الرياضي الصافي، معناها كميه كبيره من الصحفيين التحقت بمسار الهواري بمدين في العاصمه الجزائريه، كانت اخذت تصريحات من رئيس الفريق سيد منتظر خناخم، كانت اخذت العديد من التصريحات، كما قلت لك احنا لهنا النادي الصافي معناها تحت المجهر نتاع كسوا وسائل الاعلام ولا حتى معناها صفحات تواصل على المواقع معناها على الفيسبوك ولا على الانترنت، دونك كما قلت لك تحت المجهر، دونك واجب التحفظ، نجم نقول لك اللي هو هذاك هو السبب الوحيد اللي خلى المدرب انيس بوجلبان
يصرح وما يعطيش الصحيح اسكو باش يكون تيتولار ولا باش يكون معوض. لكن في الاخر النجم نقول لك اللي فراس شواط ان شاء الله باش يكون موجود في النادي الصفاقسي في الدوزيام ميتون. اسلام نسمعوا مع بعضنا زاد اسلام شنو قال محمد علي جوي دالي ظهر لي ماتش غدوة الحي ماتش مش باش يكون سهل لا على النادي الصفاقسي لا على المولدي. والله ماتش صعيب على زوج فرق ان شاء الله اللي باش يكون حاضر اكثر. نحن عملنا اللي علينا حضرنا جمعه كامله بقى غدوة نهار الماتش ان شاء الله نكونوا مفرمين بقدرة ربي عارفين على الجايين ان شاء الله نروحوا بنتيجه ايجابيه من هنا ان شاء الله. شفتوا الفريق المنافس يقولوا انه عنده الخط الامامي معناها تسمى هو نقطه القوه فيه دونك باش يكون لعبه كبير غدوة الحي على خط الدفاع نتاع نادي الصفاقسي. نتصور ما فهميش على الدفاع نتصور على جمعيه كامله خاطر البلوك ديفونسيف هو اللي باش يحكم في اللقاء كما هم عندهم خط امامي قوي نحن عندنا دفاع متكامل وخط امامي قوي معناها جمعيه هو البلوك اللي باش يحكم ايكيب كامله نتصور في راس باش يكون اول ديفونسير كيما نحن انا واللي باش يكون موجود من تالي باش يكون هو المهاجم مهاجم من تالي لازم الناس كل تحسب بعضها وتغير على بعضها غدوة في التراب وعاود اللي فما كان الخير ان شاء الله. الجويني اكد فضل المنظومه الدفاعيه هي الكل في المقابل. بالطبيعه اللي نفهموه من محمد علي جويني وهذا هو المعنى المعقول وهذا هو المعمول به في جميع الفرق في العالم انه اول مدافع في النادي الرياضي الصفاقسي هو في الفريق هو المهاجم دونك المهاجم هو اللي بالطبيعه هو اللي باش يهز الحمل مع خط الدفاع وكيما قال زاده خط الدفاع هو اللي باش يشارك في الهجمات مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي سواء في بناء الهجمه من التالي والا حتى في الكرات الثابته للمدرب انيس بوجلبان امس في اخر الحصه كان قام بالعديد والعديد من التمارين الخاصه بالكرات الثابته كسوا تيروبيس كسوا سونتراج وان شاء الله اليوم يتجسموا معناها التمارين اللي قام بهم الاطار الفني في المباراه اليوم اسلام معناها من ابرز اللاعبين معناها نقولوا احنا الضرابه في البالاريتي اسلام اللاعب الجزائري زكريا المنصوري ما سمعوش قال هو زاد عن المباراه. اللي ما فماش خير منك اليوم باش تحكي لنا على المباراه نتاع اليوم نتاع فريق النادي الرياضي الصفاقسي وفريق مولديه العاصمه الجزائري، كيفاش تشوف حظوظ فريقك النادي الصفاقسي؟ حضرنا مليح هاد السمانه وين خدمنا بزاف هاد السمانه ورانا حاضرين للماتش ان شاء الله غدوه ورانا جايين باش نجيبوا النتيجه ان شاء الله من هنايا وعلاش لا باش نتاهلوا ان شاء الله في الصفاقس ان شاء الله يا ربي. وبالنسبه للفريق الجزائري شنو هي الفكره اللي عندك عليه ولا يمكن تكون عطيتها الاطار الفني؟ عندي باسكو لعبت بزاف معاهم عندي شحال من جوال لعبت معاهنا حطيت مع نوطرين زعما لي بوان فور لي بوان فات مي الصح كاع ليكيب تاعنا ماشي الصح ليكيب ادفيرس ان شاء الله احنا نكونوا حاضرين في المباراه ان شاء الله. مهم وجود لاعب جزائري فاضل باش يكون عنده ستاف تكنيك قايد بوجلبان وبن يونس عندهم فكره على الفريق المنافس. بالفعل كان اللاعب زكريا المنصوري اعطاه هو وصبري شراتي اعطاه العديد من المعلومات اللي تخص الفريق الجزائري هذه الاطار الفني النادي الرياضي الصفاقسي وعلى ضوءها هي معناها باش يقوم الاطار الفني كسوا عماد بن يونس ولا انيس بوجلبان بوضع الخطه الفنيه الملائمه باش معناها تحقيق نتيجه ايجابيه لهنا ضد المولديه في الجزائر. الحاجه الباهيه الكوميونيكاسيون كما قلت لك معناها باهيه بين اللاعبين الجزائريين والاطار الفني البارح نتحدث حتى مع المدرب انيس بوجلبان اسلام كان معناها الراجل يسمي في اللاعبيه نتاع مولديه الجزائر معناها كانهم اونديري معناها الراجل يعرفهم معناها تقريبا سماهم لي الكل اللاعبيه وكل لاعب شنو هي البوست نتاعه وكل لاعب شنو هو الوظيفه نتاعه في الليكيب كل لاعب شنو هي معناها الميزات الايجابيه اللي عنده وشنو هي نقاط الضعف ان شاء الله معناها الاطار الفني يكون درس الحكايه هذه مليح وان شاء الله يصفقوا اليوم اللاعبيه التعليمات نتاع الاطار الفني النادي الصفاقسي ان شاء الله. الحاجه الايجابيه اسلام انه حتى سمعتها انت من الانترفيو ولا الحوار القصير مع اللاعب زكريا المنصوري انه اللاعبيه جايين لهنا مش باش يركنوا للدفاع لكن الناس الكل هنا جايه لحاجه واحده لتحقيق نتيجه ايجابيه نادي الرياضي الصفاقسي يحب معناها يطمئن على الترشح من مباراه الذهاب ان شاء الله اكيد هذا نتمناه الكل مش كان النادي الصفاقسي السي اس اس تحقق نتيجه ايجابيه اليوم تخليها تحط سيق على الاقل في مقابله المجموعات بطبيعه توجيه المجموعات بالتوفيق للسي اس اس اليوم تسعر بهم تعليل ضد المولديه فلاش بوز ثم مواصلين في اخر جزء من فير بلاي حتى المطلع ونص. ديجيلاب ليميسيون 100% ترانسفورماسيون ديجيتال بريزونتي بار وليد برحومه كل نهار اثنين من ما 3 ونص حتى للخمسة نحكيو على البزنس نتاع الاي تي والفرص في قطاع التكنولوجيا في تونس بمشاركه اصحاب القرار لي دي اس اي اي لي زيكسبير مالا ما تنساوش تابعونا على اكسبريس اف ام كل نهار اثنين من ما 3 ونص للخمسة ولا على الباج فيسبوك نتاعنا ديجيلاب باي اكسبريس اف ام ديجيلاب فوتر لابوراتوار دو ترانسفورماسيون ديجيتال اكسبريس
عشرة يعني عشرة، والقيمة ديما تزيد. فلاش بورس. مرحبا بكم على إكسبريس إف إم. بداية أسبوع باللون الأحمر المؤشر بورصة تونس اللي تراجع ب 0.22% لمستوى 6852 نقطة. جملة العمليات في الحصة كانت في حدود 4.8 مليون دينار. أداء أسهم الشركات سيطر عليه التوازن، 25 شركة سجلت ارتفاع في أسهمها مقابل 26 تراجع. السهم الأكثر حركية في الحصة كان سهم UADH في جملة عمليات تقارب 1,100,000 دينار. UADH كان من بين أهم الانخفاضات بتراجع حاد ب 5.78% بعد سلسلة من الارتفاعات. جني مرابيح على السهم، نزلوا المستوى 2.930 دينار ملي. من أكثر الأسهم حركية سهم لسيف بي تي في جملة عمليات تقارب 650,000 دينار. لسيف بي تي سجل تراجع ب 0.58% ونزل المستوى 18 دينار و780 ملي. أعلى نسبة ارتفاع سجلتها الحصة كانت لسهم سومو سيغ اللي ربح 5.26% في جملة عمليات تقارب 450,000 دينار. سومو سيغ أقفل بدينار للسهم الواحد. اي تيك في مستوى 630 ملي ربح 3.27%، وسيرياليس في مستوى 8 دينارات و950 ملي سجل ارتفاع ب 2.99%. السكنة طلع المستوى 2 دينارات و880 ملي بارتفاع ب 2.85%، واسورانس ستار اقفل بسعر 123 دينار بارتفاع ب 2.58%. من ناحية الانخفاضات مع UADH اللي نزل ب 5.78%، سهم جيف نزل المستوى 1.5 دينار ملي بتراجع 4.45% في جملة عمليات ب 250,000 دينار. لزا ام اس سجل تراجع المستوى 930 ملي بتراجع ب 4.12%. بالنسبة لزا ام اس المعامل الآلية بالساحل، حسب القوائم المالية لسنة 2019 الشركة سجلت عجز في سنة 2019 ب 28.9 مليون دينار، بعد ما كانت في 2018 سجلت عجز ب 19.4 مليون دينار. إلكتروستار في مستوى 1.3 دينار ملي مسجل انخفاض ب 3.70% في جملة عمليات ضعيفة أقل من 2000 دينار. من أخبار شركات المدرجة، هيئة السوق المالية أوقفت التداول أو علقت التداول على سهم سيل بعد اقتناء شركة جنرال فينانسيير لما يعادل 5% من رأس مال الشركة. كذلك من أخبار شركات المدرجة، أسيغونس مغربية عملية الإدراج الوحيدة لسنة 2020، العرض تم اكتتابه بنسبة 11.4 مرات. نذكر مؤشر بورصة تونس أقفل أول حصة في الأسبوع بتراجع ب 0.22%. جملة العمليات كانت في حدود 4.8 مليون دينار. تلقوا كل أخبار البورصة في تونس على www.radioexpressfm.com. فلاش بورصة.